نيهان رح تجي على الاجتماع الأسبوع الجاي؟ طبعاً، حتى أني بلشت أكتب شو بدي أحكي. إذا نيهان خلصتها لسمر الكرسي لا تستغربوا. إجا ومتلبك كتير، حتى أنا ما فهمت شو يلي صاير معه. قبل ما أفتح السي دي رجعت له إياه. فهمت. الغريب كيف طلع من البيت بهداك اليوم؟ عن جد كان موجود شي تقارير بهداك السي دي؟ إذا كان موجود ليش بعتوه على الشركة؟ هذا ما فهمته. وأنا كمان ما فهمت أي شيء، أخذوه وراح. ارفع ارفع ارفع، يلا لنشوف. عامل حالك لعيب وعم تخانق لحتى تلعب؟ يلا. لا 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 لا، الله يخليك. لا صغار بلش يطلع صوتهم. يلا قومي نروح لعند الأحصنة. أنت روحوا لاحق. طيب. تعرفوا رحت حتى وصي على فستاني، قال من هلأ كتير مضغوطين، إن شاء الله لاقي بغير محل. أنا على الأغلب رح أوصي من برات البلد. رح يشتغل على الباخرة وحتى من دون ما يودع حدا منا. إذا بتحب أنا بروح برجعه. لسه ما قررت. لا ما بدي، ماني حابب أعرف عنه شي لأني متضايق كتير. كاس ثاني؟ لا بدي أتمشى شوي. تقلت بالأكل، بدي أمشي شوي وإلا بجوز ما نام الليل. بلكي بعد الحفلة بأسبوع منروح على ميلانو، شو رأيكم بالفكرة؟ ما بعرف، أنا كتير مضغوطة. حبيبي، إمتى ما بتحب فينا نمشي؟ ماشي. أنا رح شوف عدنان. خليه شوي لحاله مع مهند. بشكرك لأنك سلمت على نهاد. عملت هذا الشي كرمالك. بعرف. أنا رح روح لعند مراد، كنا بدنا نشوف الأحصنة. مهند، من فترة طويلة كنت بدي أسألك إذا كان في شي بدك تسألني إياه. بس انت الشغلة اللي كنت بدك تقول لي اياها حكيها بطريقة غير مباشرة. اللي سمعته صحيح يا مهند؟ Mm-hmm.